هذه رافي نعيمي يساوي 730 الان بالسيارة. الهرافي ذي النعيمي الله يبارك له. خرفان طبعا ورخال. هذه مجموعة ما شاء الله من النعيمي خرفان ورخال. فينا اثنين يضحن يقول الرجال يساوي 750. والله ما شاء الله اسعار الغنم ما شاء الله جيدة. عدد 12 ولي. طبعا كلها نعيمي. الله يبارك له. هذه مجموعة من النعيمي خمس خرفان وخمس رخال ثامن 870 870. الله يبارك له. يقول الرجال ما يضحن ها؟ ما يضحن. الله يبارك لك. قولي مشروكات يقول الرجال خرفان كلهن كم سنة طعمك؟ 170 سنة. 1170 الله يبارك له. يضحن اخوي يقول الرجال يضحن. الله يبارك له. هذه مجموعة برضو من النعيمي خمس خرفان ست خرفان واربع خال. طبعا الرجال وكل اللي يضحن سامي كم طال عمرك؟ 1170 الله يبارك له. هذا الاشياء نعيمي طبعا يقول الرجال اكبر مسجد شوي سامي 430 430 الله يوفقك. حيل ها؟ لحم طبعا يقول الرجال حيل يروح اللحم يساوي 430 الله يبارك له. ما شاء الله تبارك الله. هذه مجموعة من التوس يساوي 850 بالسيارة. كم عدد طال عمرك؟ عددهن 10 الله يبارك له إن شاء الله يرزقه. هذه مجموعة برضو من النعيمي خرفان ورخال يساوي 810 يقول الرجال ما يضحن تراهن الله يبارك له. هذه مجموعة من التيوس الان بالسيارة مع الشباب يساوي 710 الله يرزقهم. هذا مجموعة من الهرفي النعيمي سامن 770 خروفين ورخلتين الله يبارك لهم ما يضحن طبعا الله يبارك لهم. هذا مجموعة من الحري خرفان ورخالي سامن 670 مع الرجال الله يبارك له اليوم وكل يوم إن شاء الله ويرزقهم. هذولي أربع أجفار مع هنتيس يساوي 780 مع الشباب الله يقويهم ويجوزهم. ودكم تعرسون؟ قل لي والله. اي والله. ودك تعرس يعني ودك؟ ودنا. يعني لو تجيك واحدة الحين تقول طال عمرك أبي أبيها. الحين لا الحين لا. ما ودك الحين؟ لا الحين. طيب لو تقول واحدة أبيك أبي لي طال عمرك 50 خروف وأعطيك البنت تعطيها؟ والله ما فيها 50 خروف. نبي 50 خروف تاخذ بنتها. كم سامها التيوس؟ على 780. تسعدونا والله يا اخي بجيكم الله يوفقكم ما شاء الله عليكم جزاكم الله خير. مجموعه تسع اجفار تسع تيوس وست اجفار يسامن 650 ولا حديتون اخوي؟ انا ما حديتوهن الله يبارك لهم يرزقهم ان شاء الله يستاهلون والله جزاك الله خير يا شيخ. هذول مجموعه من النعيمي خرفان ورخال ثامن 1050 1050 خاضي 1050 الله في قول رجال والله الضحية ما عندي خبر عنها لكن الله يكتب الخير إن شاء الله. هذه مجموعة من النعيم كلها خرفان ثامن 1210 يقول رجال يضحي الله يبارك له. كم يسمن أنا هذا الخال يسامن 1050 الآن مع الرجال يقول طبعا الرجال يقول يضحن لولي احنا قلنا يضحن. الحقيقة التقينا بشباب مبدعين الحقيقة مريحين خفيفين دم وش نقول يعني كل المزايا بهم
بس والله استحينا ان ما قويناهم الحقيقه. يعطيهم العافيه. الله يجزاك. انتم ما شاء الله تقول انت انك يعني تبيع وتشري بالسوق. والله رايح حلال رايح حلال. اي رايح حلال وبيع احيانا. يعني ايش رايك انت بالحلال؟ والله حلال عمر الله. يعني في في خير وبركه. اي والله خير وبركه. فيها يعني مكاسب فيه. والله في مكاسب. في مكاسب يعني. احيانا مكاسب. لكن مو متعب التعليف وما التعليف. عاد انا الشكوى والله. العلف. متعب والله. يبي حقه الشعير. هذه مجموعة من التوس بالسيارة ثامن 750 الآن. تود عددهم يمكن تقريبا 10. الله يرشدهم. هذه مجموعة من التوس وجفار عددهم 35 يثامن 670 بالسيارة الآن. الله يبارك لهم. ما شاء الله تبارك تبارك الله. الله يصلهم. هذه مجموعة برضو من التوس يسمي 730 بالسيارة. الله يبارك لهم. هذه مجموعة من النعيمي خرفان والخاض. يقول الرجال ما يضحن عمره 4 شهور تقريبا يسمي 880 بالسيارة. الله يبارك له. هذه مجموعة برضو من النعيمي سامن 750 كلها رخاص كلها خرفان ما يضحن. هذه هرافي نعيمي سامن 730 كلها خرفان. الله يبارك له. هذه نوع انواع من الحري سامن 1080 الرجال يقول خرفان ورخام يضحن خالي يضحن يضحن يقول ما شاء الله. الله يبارك له ان شاء الله يرزقه. ام سام الزين. هذه السكنيه مع ولد سام مع الرجال 800 ومعه برضه اشياء مع عياله لكن الرجال تو وصل السوق. الله يبارك له ندعي له بالخير ان الله يرزقه. ما بعد سيمن احنا اللي سيمت الان السكنيه سام 800 ريال مع ولد. الله يبارك له. هذول بسياره تيوس مع جفرات سامن 630 الله يبارك له يرزقه. طبعا التقينا الحقيقة بسوق بريدة اليوم السبت بأحد المربين الحقيقة للمعزة للماعز أو نقول للماعز واللي الحقيقة يربي الماعز والحقيقة يستفيد من الحقيقة إنتاجه في التيوس والجفار. فأي واحد يبي معزة أو يبي تيوس أو يبي جفار أو يبي يستفيد من معلومات منه عن طريق التربية فاسمك كيف يا أبو؟ محمد. محمد كم جوال؟ أبو محمد. محمد محمد كم جوالك اخوي؟ 055 150 140 9 طبعا اي واحد يستفيد عن المعلومات على الماعز مع الاخ محمد. الاخ محمد ما شاء الله صدره واسع يعطيك معلومات او تبي يشتري لك او يبيع من الحلال اللي عنده عنده. طبعا هو متخصص باللي قلنا الماعز مع تيوسه وتفاره صح ولا لا اخوي؟ صحيح. الله يوفقك يا محمد. هذا مجموعة من الحري مع الدلال المميز دائما بعنيد وبريد ما شاء الله عليه إبراهيم السدراني. كم عددهم إبراهيم؟ عدد سبعة. عدد سبعة. يقول الرجال بعضهم يضحن وبعضهم ما يضحن. واحد اللي ما يضحن. واحد اللي ما يضحن والباقي يضحن. ها آه وش نوع قلنا احنا خرفان؟ حري طال عمره. خرفان ورخي واحدة. ست خرفان وواحدة رخي. ثامن كم؟ ثامن 890 ولا حدهم الرجال. الرجال مو بعيد يقول الدلال ابراهيم مو بعيد. الله يبارك له. هذه مجموعه من الرخاض النعيمي كلهم يقول الرجال يضحي. الله يبارك له. يسامن الان 1080 الله يبارك. كم عددهم طال عمرك؟ عدد 9 الله يبارك له. هذول مجموعه من الشياه يسامن على 300 الان بالسياره. طبعا اعمارهم فوق السدس يقول الرجال. الله يبارك له ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لهم. هذه مجموعة من الماعز ثمانية معهن سبعة ثمان معزة معهن سبع عيار يسامن 1000 ريال. الله يبارك له. طبعا أكثر الناس يقول لما يسمع كلمة 1000 ريال حسب المجموعة هذه كلها بألف. لا الوحدة للمجموعة يعني الواحدة. هذه مجموعة من النعيمي خمس رخاض
خمس خمس خرفان مع الدلال ابو سعود. سامي كم ابو سعود؟ 640. سامي 640. الرجال ضحي ضحي كلنا اخوي. ما شاء الله يبارك لك ما شاء الله. 640. هذه مجموعه من النعيم كلها بخار. يقول الرجال يضحي سامي 1160 الله يبارك له ويرزقه ان شاء الله. طعمه خيرهن ويكفيه شرهن. على كم يا؟ هذه مجموعة من التيوس يقول الرجال يمدحهم والعلم عند الله يقول انهم طيبات. يسامر 580 والرجال قنوع يبيع ب 600 بياع الله يبارك له. كم جوالك يا ابو؟ 0 5 3 0 5 3 2 2 2 2 2 2 4 6 97 97 اسمه كريم والنعم الاخ سعود احرق الحقيقه يعتبر يعني اسعارهم جيده التيوس السوري من مراح يقول الرجال من مراح وما شاء الله تعليفهم يعتبر انه جيدك على كلامه الله يبارك له ان شاء الله. الحقيقه التقينا بشباب مبدعين بسوق الاغنام يوم السبت في بريده الاخ محمد ومعه ما شاء الله صديقه الخاص جايين اليوم جالبين اغنام. محمد انتم مبطي بالاغنام؟ الله الله مبطي مبطي يعني دائما تبعون تشرون ان شاء الله. عندكم امراح عندكم شيء؟ الله الله. ببريده ولا خارج بريده؟ لا والله خارج. ايش رايك بالحلال زين ولا بتجربوا ها؟ الحلال زين 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 والايام ذي ما يعني هم يتعبكم التعليف وما التعليف؟ صدق ها؟ 580 صدق يتعبكم هذا؟ اي والله. الله يوفقكم حقيقه. امين وياك. ودائما نشوفكم حقيقه مبسوطين بهالسوق ورايعين الله يوفقكم يا ابو. امين. هذا التيوس ما شاء الله يسامن 650 اجفرات ها؟ اجفرات وتيوس يسامن 650 والحري يسامع 900 ضحي ذا؟ لا يسامن 900 الحري خروف طبعا خروف ها؟ الله يبارك لك ويتذكر معنا حقيقة التقينا بأحد الأخوان حقيقة اللي يبيعون يشترون بس أنت تبيع وتشري ولا عندك حلال؟ عندي حلال وبيوش. عندك حلال ببريدة وخارج بريدة؟ لا بالمجمع. من المجمعة أيه. ما شاء الله انتم انا سمعت انه يوم السبت كل سبت عندكم سوق كل سبت حراج. كل جمعه كل سبت وجمعه يومين بس اسبوع يومين بس شلون اسعار الحلال بالمجمعة؟ والله الاسعار نفس بعض حول بعض تقريبا يعني حول بعض بريد و... حول بريد والمجمعة نفس الاسعار تقريباً. انت تجي تنقل حلالك من هنا للسوق؟ اي نعم. الله يوفقكم الحقيقه يتعبون المساكين ولا اعلاف برضو غاليه لكن نقول ندعي لهم ان الله يوفقهم ويبارك لهم بحلالهم ان شاء الله ودائما نشوفهم فايزين ان شاء الله. الله يجزاك ان شاء الله بنجي نغطي لكم السوق ان شاء الله. الله يجزاك الله يوفقك يا ابو يعطيك العافيه. هذه سدس وذيك رباعيه. سامي كم طال عمرك؟ على 1004. سامي على 1004 والتيس سام 1009 والتيس سام 1009 التيس ها؟ اي وذول سامي على 1400 واحده مع ولد. الله يبارك لهم. هذه طبعا نعيميه مع ولد وساكنيه مع ولد سامن 1150 الان بالسياره مع الرجال الله يبارك له ويزيد له ان شاء الله. هذول الخال سامن على 970 يقول الرجال يضحن الله يوفقه طبعا نعيمي. هذا الخرفان كلنا يضحي سامن 1300 نعيمي. الدلال على 420 هذا الدواغير مع الدلال ابو خالد سامن على 370 واللي يفردون كم؟ يفردون ذولي على 420 واللي يفردون منهم على 420 مع الدلال المميز ابو خالد الله يعطيه الصحه والعافيه. طبعا هذه خرفان حري سامن مع التيس سامن كل المجموعه ذي تيس واثنين خرفان حري سامن 870 مع الرجال الله يزود له ويبارك له ان شاء الله. موفق ان شاء الله اخوي. يعطيك هذه ومعزه يسامن 430 كل المعزه ذولي يسامن 430 كم عددهم طال عمرك؟ 13 يسامن 430 العدد 13 كل المعزه الله يبارك له.